السلام عليكم. اولا قبل ما نهضر على المقابله نبدا من نشير واحد النقطه اللي كانت مهمه، وان هذه اول هزيمه لنا من 22 افريل الموسم الماضي. كنظن هزيمه شويه قاسيه وماشي منطقيه، لان اليوم ما تحترمش المنطق. كنظن اننا سيطرنا على المقابله، دخلنا بشكل جيد، سجلنا، كانت عندنا بزاف ديال الفرص اننا باش نقتلوا المقابله، ولكن ما تاتاش لنا هذا الشيء. هذا في الشوط الاول. الشوط الثاني حضرت اللاعبين ديالي على ان الفريق ديال حسنات اكادير عنده لاعبين في المستوى، وانهم قادرين يقلبوا النتيجه ديال المقابله في اي لحظه. كنظن القراءه ديالي في الميتو ما كانت منطقيه. هذاك الشيء اللي تحت الحسنات اكادير، يعني من فرصه كنظن نص فرصه ان قدروا انهم يسجلوا عندنا الهدف الاول. كنظن كان واحد الاحباط، لان كانت ناقصنا التجربه. كتعرفوا اننا احنا واحد الفريق اللي هو شاب، رمينا جميع الاوراق ديالنا الهجوميه باش نحاولوا باش نربحوا هذه المقابله هذه، لان بكل صراحه جينا هنايا باش نديو ثلاثه النقط، ما جيناش باش نلعبوا على النتيجه ديال التعادل. ولكن الخصم عرف كيفاش في الاخر انه يقلب المقابله. هنيئا الفريق حسنيات اكادير، اللي كنظن ان النتائج ديال المقابلات الاخرانيين كيظن انه كيتحسن مقابله من بعد مقابله. لا هو حنايا الطريقه ديالنا دائما هي المعتاده، يعني كنمشيو نديرو الضغط على الخصم، كنحاولوا اننا نمشيو بزاف في العمق ديال الخصم. حنا ما لعبناش الشوط الثاني اننا باش نحافظوا على النتيجه بكل صراحه، لان تم اللي تسجل عندنا الاصابه رمينا بالاوراق الهجوميه، حيت لعبنا بجوج ديال المهاجمين، اللاعب تياغو واللاعب امادو، دخلنا كاع جميع المهاجمين، لا اللاعب حسن اقبوب ولا اللاعب امين السهل اللي عندهم واحد النجاعه الهجوميه. كنظن النتيجه هي اللي كتشفع دائما المدرب، واش كانوا تغييرات في المستوى ولا ما كانش تغييرات المستوى. كنظن الاخ عبد الهادي السكيتيوي الاوراق اللي تبدل بها وتبدلت النتيجه، اذا ما يمكننا نقولوا انه كوتشين غانيو. هنيئا السي عبد الهادي السكيتيوي، وهنيئا فريق حسنات اكادير. سي بون، السلام عليكم. اعتقد انه باش غادي نجاوب على الاسئله ديال الاخوان السي جسمي والسي ايوب، قلنا من خلال هذه نمشيو نديرو قراءه شويه ولو غير سطحيه على ما جرى. كنعتقد انه حنا افون دونكي سي ميم، لان لونتام دو ماتش ما درناش مزيان بتاتا، لم نكن في المستوى اللي خصنا نكون فيه، وما كانتش كانت لو جروب كامل على اكسبسيون دو او تروا زيليمون اللي كانوا داخلين في الماتش، يعني دي جوار دو شون اكسبتي لو غارديان دو بيت بيان سور، اللي مازال ما داخلينش فيهم واحد عدد كبير ديال اللاعبين، ما دخلوش في المباراه، غادي نشوف علاش، غادي نبحث علاش، لانه لي ريزولتا سا ساراش، ماشي ما كيتهداوش، فو اراشي لي فيكتوار، ما كتكونش رغبه وما كتكونش تركيز وما كتكونش يعني ان لابليكاسيون دو كونسيبسيون، والمسائل اللي متفقين عليها واللي مشتغلين عليها انها تدار بحذافيرها بواحد ان بورسونتاج او، ما تكونش لا ريوسيت. وفعلا خدينا داك الصفعه ديال الاصابه اللي خدينا، وكنا نستحقوها لاننا ناخذوا اصابه، لانه خصنا نتواكدوا، وايضا لانه لاعبين ضد فريق اتحاد التولوجي فريق رائع بكل صدق، فريق رائع عنده مقومات جيده جدا، لا حتى لو كوتش اللي زمرات اخي الصغير وداك الشيء كنعرف العمل القيم اللي كيدير، و لا فيلوزوفي ديال اتحاد التوارقه سي فيلوزوفي اكسترا اوردينير، لانهم كاين لاعبين تم معدل السن صغير اللي هو فعلي دابا الان عاد جديد بالنسبه للحسنات اكادير بور اون اوتر فوا، لان ملي كنشوفوا كتدير قراءه بالنسبه ليفيكتيف كومبوسيت دابا الحسنات اكادير، فمزنا بواحد المعدل العمر كبير في واحد الوقت وجيز، هذا الحمد لله يحمد عليه، لانه عده لاعبين اللي هما شبان كيتعداو شي 17 18 سنه اللي كاينين سون دولور دين دوزين ديليمون، هذا ربح بغض النظر عن المسائل اللي هي لو باركور لو شامبيون ناسيونال. ديو ميرسي دو ماتش 6 بوان مزيان ضد فرق كبيره، الان انا كنهضر على اليوم فريق جيد، فريق
صعيب وعذبنا عذبنا فعلا. كنا واخدين اصابات ثلاث شوط، اول ما كان عليا الا نروماني ليكيب وانجيكتي نفس اخر دي زوتر اليمون دي شونجمون اللي هما بيرتينون اللي كانوا واللي عطاو الاكل ديالهم. الحمد لله اون ايغاليزي اون نيفلي انكور لو سكور بار ان دوزيام بوت. دونك ديو ميرسي كنبغي نشد حراره يد اللاعبين لانهم فعلا دوزيام ميتون ايلون في دو مانيير مزيانه ويستحقوا الانتصار ديالهم. وهارد ليك بالنسبه للاتحاد تورقه. فيما يخص كتيبه على غرار اللاعبين، كتيبه لاعب مقتبل العمر ديالو صغير ماشي با كلاكمون دو دوا، الا شتي تا ممادي اليوم داك اللاعب اللي دخل طويل عده لاعبين لا في البونتوش ولا هذا كعمي لا ميم شوز، حتى لا بروميير اني كيلعب تيتولير صغير امالي اللي كان في لو بون دو توش عده لاعبين شبان ربح بالنسبه للحسنيه ديال كادير اون كور ديريير دو ليفر على فوا على فوا لو ريزولتا على فوا غاني دي بوتونسييل دي جوور اللي هما جون بور لافونير دو حسنيه ديال كادير. ميرسي. وكان هدي هذا الشيء للفعاليات ديال النادي الشركه الرياضيه اللاعبين والجماهير الوفيه وال اللي هي عندها حب خالص للنادي حسن زكريا.